الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، ارتأت أنه في هذا الشهر رمضان الكريم تقوم بواحد مبادرة ديال قافلة طبية رمزية لفائتة ضحايا انتهاكات الجسيمة والحقوق الإنسان وكذلك ضحايا العنف، النساء ضحايا العنف في المغرب. هذه ماشي المبادرة الأولى، هذه مبادرات اللي قمنا بها أكثر من 20 سنة في مناطق مختلفة متنوعة بما فيها مدينة مراش، قلعة مكونة، تازمامار، تيفيكيك وغيرها، وكذلك لنا مبادرات أخرى في المستقبل إن شاء الله. هذا الجانب ديال التشخيص بالخصوص اليوم غادي في اتجاه التشخيص ديال الضغط الدموي والسكري، لأن كنعرفوا بأن هي أمراض مزمنة، أمراض اللي صعيبة ومستعصية اللي خصها تعالج في الوقت ديالها وتكون الحمية، وهذه كذلك مناسبة للتحسيس في هذا الموضوع هذا ديال هذه الأمراض. وحنا هذه مناسبة كذلك باش نذكروا واحد الموضوع اللي مهم، وهو ضحايا النساء ضحايا العنف. كنعرفوا هذه الايام بانه كانت هناك طفلة عندها 11 سنة اللي كانت ضحية ديال الاغتصاب وفتفلت، وهذا حنا كنندذوا بهذا العمل الشنيع، وكذلك كنوضعوا نقطة حول المشكل ديال العدالة في المغرب، وبانه خاص تكون هناك يعني عدالة منصفة فيها في اتجاه هذه المساله. هذه الظاهره اللي احنا كنشتغلوا عليها كذلك ديال العنف ضد الاطفال والنساء، وكذلك اللي غنشتغلوا عليها في المستقبل القريب عبر واحد ورشه وطنيه للدفاع عن حق الطفل ودفاع على هذه الانتهاكات اللي يمكن يكون كذلك ضحيه لها. احنا اطباء جينا هنايا فولونتير باش نقدموا فحص مجاني للضحايا ديال العنف بمناسبة هذا رمضان، وشخطو الناس اللي كيعانيو من السكر واللي كيعانيو من يعني الاشتئال ليبرتنشون ارتيريال. دونك حنا جينا بهدف المعاونة وهدف المساعدة. أولا كنشكركم على التغطية اللي جيتوا يعني تشاركونا في هذه الجمعية الطبية اللي حنا منخرطين معهم، واليوم راه كيدوزوا عنا على السكر وعلى الحاله الصحيه ديالنا كلها. وهذه الجمعيه يعني ديال تاهيل ضحايا التعذيب من النهار اللي جينا عندها برئاسه الاخ الدكتور عبد الكريم المانوزي يعني جزاه الله خير، وبعض المغاربه يعني الدكاتره حتىهم جزاهم الله خير، يعني ديما تيقدموا لنا مساعده يعني من ناحيه الدواء ومن ناحيه يعني كيدوزون على الصحة ديالنا. جزاهم الله خير.